السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة من قناة ميدزيديو. راح نبلش معكم بشرح جديد لمادة الصيدلانيات. بالنسبة للصيدلة راح نعطيكم مقدمة تعريفية عن المادة، شو هن الشابترات اللي بتحتويها المادة، أو عن شو بتحكي المادة بشكل عام. طبعا الصيدلانيات هي من أحد المواد الأساسية اللي بتهم طلاب الصيدلة، هي تعتبر يعني من الأساسيات أو البناء الأساسي اللي بيبني عليه طالب الصيدلة معلوماته، وبيبلش إنه ينخرط في مواد الصيدلة أو اللي بتخص الصيدلة أو اللي بتخص الدواء بشكل عام. فمادة الصيدلانيات عندنا بالتخصص عندنا صيدلانيات واحد، وعندنا صيدلانيات اثنين، وعندنا صيدلانيات ثلاثة، واللي متمثلة بالصيدلة الصناعية. بالنسبة للصيدلانيات واحد راح ندرس فيها بالبداية introduction عن pharmaceutical dosage form، راح نحكي عن الأشكال الدوائية بشكل عام، شو هي الأشكال الدوائية اللي موجودة عندنا. أكيد راح تتكون عندنا من أشكال أساسية اللي هي السوليد والسيمي سوليد والليكويد والغاز. بعد هيك راح نتطرق إلى عدة calculation في chapter اسمه pharmaceutical calculation، راح نشوف عدة حسابات ممكن نحسبها نحن في الدوسج فورم، في الوصفات الطبية، في المكونات الأساسية للدواء أو للدوسج فورم. بعد هيك راح نبلش بالسوليوشن أو بالليكويد دوسج فورم، فراح نركز بالنسبة للصيدلانيات واحد على الليكويد دوسج فورم. راح ندرس بالصيدلانيات اثنين السوليد والسيمي سوليد، عفوا السيمي سوليد والغاز دوسج فورم أو السيمي سوليد لوحده. بالنسبة للصيدلانيات واحد راح ندرس، نحن حكينا الليكويد دوسج فورم، راح ندرس السوليوشن وهو أحد أشكال الليكويد دوسج فورم. بعدين راح ندرس السسبنشن، راح ندرس الإيمولشن، وفي النهاية راح ندرس الأيروسولز. المادة شوية صغيرة في عدد شابترات ولكن كثيفة. بنلاحظ انه الشابتر الواحد راح يكون مؤلف من 100-120 سلايد، ولكن بالمجمل هي المادة تعتمد على الفهم وليس الحفظ. الطالب الصيدلة المتميز اللي بيسعى لانه يكون متميز راح يستفيد جدا من هاي المادة، لانه هي بتعتبر زي ما حكيت لكم البناء اللي راح يبني عليه الطالب الصيدلة، فهمه للأشكال الدوائية، فهمه للدواء، طريقة تصنيع الدواء بشكل عام. راح تكون مادة جدا ممتعة، مادة سهلة، ولكن حكيت لكم انه هي تحتاج الى فهم وليس حفظ. اكيد في بعض الحفظ ولكن الفهم هو بالاساس. مادة جدا ممتعة جدا، يعني استمتعنا فيها واستفدنا منها كثير، وبلشنا من خلال هاي المادة نحس انه نحن عن جد انه طلاب صيدلة، بغض النظر او عكس المواد السابقة اللي اخذناها واللي كانت تحكي بشكل عام عن التخصصات او الفروع الطبية بشكل عام. اما مادة الصيدلانيات هي مادة خاصة لطلاب الصيدلة، من خلالها راح نتعرف على راح نحس انه نحن عن جد طلاب صيدلة، وراح نحس انه اقتربنا اكثر من الواقع الصيدلي. الصيدلي شو ممكن يعمل بالصيدلية، ممكن نحن نحضر أشكال دوائية بالصيدلية، فلازم نكون المفاهيم الأساسية أو المبادئ الأساسية عارفينها. فهاي الأمور كليات رح ندرس إن شاء الله بمادة الصيدلانيات واحد واثنين وثلاث، واللي متمثلة زي ما حكيت لكم بالصيدلة الصناعية. بالنسبة للصيدلانيات واحد زي ما حكيت لكم هي رح تكون رح تحكي عن ليكويد دوسج فورم، بالصيدلانيات اثنين سوليد عفوا سيمي سوليد والغازز، بالنسبة للثلاث صيدلانيات ثلاث أو الصيدلة الصناعية راح تحكي عن السوليد دوسج فورم بأشكالها.